الوصفة اللي جاية هي وصفة الشكلمة. الشكلمة من أكتر الحاجات اللي موجودة على ترابيزات الحلو بتاعت رمضان لسببين. أول سبب إنها سهلة جدا، تاني سبب إنها ما فيهاش مكونات كثيرة غالية، هي شوية جوز هند وشوية سكر وشوية بياض بيض، بياض بيضتين أو ثلاثة عملوا لي شوية شكلمة حلوين قوي هوريهم لكم. تعالوا نقول المقادير مع بعض، بس احنا طبعا مغيرين في المقادير شوية وعاملينها صحية ومشبعة كمان. معانا 3 بياض بيض وهوريك وهنحولهم من القوام ده لقوام ده ازاي. معانا كمان جوز هند، جوز الهند المبشور العادي ده. معانا كمان نص كوباية لوز ني مجروش، ودي اختيارية وهقول لكم احنا هنستعملها ليه. طب لو ما عندناش لوز يا ساندرا، نقدر نستعمل اي بواقي مكسرات موجودة عندنا مجروشة، هدفها انها بتزود نسبة الدهون الصحية في الشكلمة، فلما اكل واحدة خلاص انا اتمليت وشبعت ومش عايز اكل حلويات تاني. معايا كمان معلقة عسل وفانيلا وقشور السيليوم، دي برضو خطوة اختيارية بس مهمة جدا هقول لكم ليه. قشور السيليوم دي عبارة عن ألياف، عايزة في مرة هجيبها لكم واجيب لكم كوباية واحط لكم قشور السيليوم في المية. هتشوفوا هي المية ده اللي هو هنتخيل ان دي معدتنا، بتنفش وبتتحول الى مادة جيلاتينية بتمتص كمية كبيرة من السوائل. طب ايه اللي هيحصل لما ده يحصل جوه بطننا؟ هنشبع. الياف، مية، مادة جيلاتينية مسكت او اخدت حيز كبير في بطني فنشبعت. فمهم ان انا احاول ادخلها، قشور السيليوم على فكرة ملهاش طعم، فحلو ان انا لو دخلتها بكميات صغيرة مش كبيرة في وصفات مختلفة. تعالوا الاول نشوف ازاي هنحول بياض البيض ده الى بياض البيض ده. ده اسمه مرنج. عبارة عن ايه؟ عبارة عن بياض بيض، نقطة خل او نقطة ملح، انا هنا هحط نقطة ملح اللي موجود جنبي، وبعد كده اضيف ليه السكر لو هستعمل سكر في الوصفة. انا هنا هاخد السكر بتاعي من الجوز الهند الطبيعي، هو اساسا مسكر جدا، والعسل. عشان بياض البيض يتحول من دل ده لازم وانا بضرب فيه كذا عامل اخد بالي منهم. اول حاجة المضرب بتاعي بيلف في اتجاه واحد، ما بعملش بيه زجزاج وما بروحش بيه عكس عكاس، هو اتجاه واحد مع عقارب الساعة، دي اول حاجة. تاني حاجة السرعة متوسطة، لان لو السرعة عالية قوي هو هيبني بابلز او فقاقيع الهواء وهيكسرها تاني، فالسرعة المتوسطة هي اللي هتنجح لي المرنج بتاعي. هياخد وقته بقى براحته لحد ما يوصل، بس انتوا شايفين هو لونه اتغير وقوامه اتغير ازاي في دقيقة واحدة. كمان 3 دقايق تقريبا او 4 دقايق حسب السرعة وحسب الكمية هيتحول للقوام ده. بصوا ما بيتحركش من الطبق ازاي ماسك نفسه، ده كده مرنج صح. خلاص تعالوا بقى نشوف هنعمل بيهم. انا معايا بولة كبيرة هحط فيها كل المكونات الجافة اللي انا عايزة اخلطها، اللي هي جوز الهند، اللوز المجروش، ولو انتم مستغربين وشوية في الوصفة جربوه بكمية اقل لحد ما تطمنوا انه هو مش هيفرق في الطعم، بالذات لو لوز، يعني لو حطيته سوداني ممكن يبان شوية، لو حطيته فستق هيبان جدا وهيغير اللون. البندق كمان مش بيبان قوي، او اكتشلي هو بيضيف طعم حلو كمان. بصوا بقى وانا بقلب دول هنزل عليهم بالعسل، والعسل ده على فكرة اختياري، يعني لو انا بعاني من مرض السكر او بحاول اعمل دايت ومش عايز ارفع مستوى السكر في الدم ممكن استغنى عن العسل. دلوقتي ده خليط جاهز خلاص، هاخد بقى بولة تانية
عشان اشتغل بالتدريج. هعمل ايه؟ هاخد بياض البيض احطه في بولة اكبر، وانزل بالمكونات الجافة تدريجيا. هاخد تقريبا ربع الكمية مثلا، وابتدي استعمل تكنيك اسمه الفولدنج. ايه الفولدنج؟ ان انا بقلب من غير ما اطلع جزيئات الهواء من بياض البيض عشان احافظ على القوام. في وصفات كثيرة جدا للشكلمة، في وصفات اسهل بناخد البيضة سليمة نخلطها مع الجوز الهند والمكونات التانية. كل مرة هعمل لكم وصفة مختلفة من الشكلمة. الشكلمة من اكتر الحاجات الاقتصادية اللي ممكن نعملها، وفي نفس الوقت صحية جدا جدا بشوية تعديلات بسيطة بس ايه في المقادير اللي احنا متعودين نستعملها. ممكن نشكلها بطريقتين. اول طريقة ان احنا نجيب كيس حلواني ونقطعه ونبتدي نعمل بيه الاشكال بتاعة التبس اللي عندنا. الطريقة التانية اللي هي الاسهل واللي مش محتاجة كيس حلواني ومش محتاجة تبس ومش محتاجة حاجات كتير نستعملها، واعتقد اسهل كمان ومناسبة لكبار وصغيرين ان هم يشكلوا بيها مع بعض، ان احنا نكورها. عندكوا معلقتين عايزين تمشوهم عكس بعض وتكوروا بيهم الشكلمة؟ اوكي. عايزين تلبسوا جوانتي زي ما انا عملت كده وتكوروا الشكلمة؟ اوكي. انا عايزة اوريكم منها شكلين. انا عملت شكل بكيس الحلواني وهعمل شكل تاني دلوقتي وانا معاكم، والشكل ده اعتقد عملي اكتر. خلاص، حاولوا بس ما تبينوش فيه شكل الصوابع او شكل ايديكو، ما تبقاش مطبعة فيه. خلاص، تعالوا بقى نحط اضافات عليها زي ما احنا عايزين من فوق. انا ممكن هنا احط شوية لوز مجروش مثلا، وممكن هنا اخد وحدتين فستق احطهم على الوش. ومش عايزاكم تحطوا الكريزة المجففة اللي احنا متعودين نحطها دي، لانها مليانة بجلوكوز وبسكر. كل الحاجات الفواكه اللي هي محطوطه في كانز دي بيبقى فيها نسبه سكر عاليه جدا، احنا في غنى عنها. هي الشكلمه اوريدي مسكره مش محتاجه اي اضافات مننا. خلاص، تعالوا انا ايه عايزه اعمل واحده ميكس اهي، وهوريكم اللي انا مجهزاهم. دي بقى جاهزه انها تدخل فرن سخن على 180، تاخد تقريبا بالكتير قوي من 8 ل 10 دقائق، وهتطلع واخده لون ذهبي جميل. لو انتوا فرنكم النار فيه قويه شويه حاولوا تهدوا عن ال 180 علشان تستوي ايه زي ما بيقولوا على نار هادية، واللون الذهبي يبقى واضح وحلو.